بارك الله فيكم، ما هو الضابط الشرعي في إطالة الصلاة أو تقصيره؟ الضابط الشرعي أنه لا يخل بشيء من أركان الصلاة وواجباتها، لا يخل بشيء من أركان الصلاة وواجباتها. وبالاختصار الضابط الشرعي هو حصول الطمأنينة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فجاء رجل فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم ذهب الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى، ثم جاء المرة الثالثة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غيرها فعلمني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر الحديث. فدل على أن ترك الطمأنينة أنها تبطل الصلاة، أنه يبطل الصلاة.